بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بإذن الله باش نعملوا راس علوش مصلي. طلب هذا أحد الأخوان اللي طلب مني باش يحب راس. كما تشوفوا راس خروف، شوشطناه ونظفناه وحضرناه، قسمناه على اثنين. توا العملية الأولى احنا باش نحطوه يغلي في شوية ماء باش تنح منه ريحة الراس وريحة التشويط والزفرة. باش نستعملوا معدنوس وقارص، نحطوا شرايح قارص في الماء وريقات معدنوس وشويه ملح ونحطوه يتسمط شويه، ومن بعد نوريكم الخليط كيفاش نفوقوه ونحطوه في القوش. هذا الماء نتاعنا سخن كما تشوفوا هاو باش يغلي. نحطوا مغرفه ملح ونحطوا الشريحه من القارص، معناها واحده ولا اثنين، ونحطوا المعدنوس نتاعنا هذا اللي حضرناه، ونجيبوا الراس ونحطوه يغلي شويه. وتو تشوفوا الريحه نتاعو قداش تتبدل، يعني كي نعملوا له الحاجات هذه ما تاخذش ريحه قويه. يعني يغلي على الاقل 5 دقائق، مش برشا باش يغلي هو. هذا الراس نتاعنا توا غلاه بالكدا، توا باش نحوه من على النار وباش نفوحوه ونحطوه يتفوح. توا باش نفوحو الراس بعد ما غليناه في الماء وفوحناه بالكدا، عملنا له شويه ملح وقارص ومعدنوس. توا الطريقه كيفاش باش نحطوه يطيب. احنا اول حاجه باش ندهنوه بشويه زيت، معناها علاش ندهنوه بالزيت؟ باش كي نعملوا له الفاحات تلصق فيه ما تتنحاش. تالا احنا باش ندهنوه توا بالزيت، باش نعملوا له رشه فلفل اكحل، رشه فلفل اكحل، رشه ملح، شوية كركم. هذي توا الراس شفتوه كي دهناه بالزيت وعملنا الرفاحات لصقت فيه. توا باش ندوروه من الشيرة الأخرى نفس الشي، باش نعملو شوية زيت، شوية زيت، ونرشو الرفاحات كيف كيف كيما عملنا قبيلة، رشة ملح، رشة كركم، ورشة فلفل أكحل. هذه بالنسبة للفحات اللي عملناها. وتوا باش نضيفه شوية كليل. هذا الكليل عملنا شوية كليل، تو باش نضيفه شوية زعتر، يعني باش نفوقوه بالحشيش. هذه شوية زعتر ونضيفوا له طرونشة قارص، ونلفوه بالالمنيوم، يعني نلفوه بالالمنيوم ونحطوه في الكسكسي فوق. نجمو نحطوه في الكوشة، نحط شوية ماء في الطاجين ونحطوه في الكوشة، نجمو نحطوه في الكسكسي. نجمو هذه الطريقة هذه نطيبو بها الراس في الكسكسي نفوروه، وإلا في الفرن يعني الطاجين نحطوا فيه شوية ماء ونحطوا فيه الراس بالالمنيوم ويتبخر هاك الماء يزيد يطري شويه. نفس الشيء يعني طيبوا البرة في الكسكاس ولا في الفول، هي نفس الطريقه.
يعني نحاول نمر بالصحات الكل على الأماكن الكل في نفس الوقت، نعاودوا نفس الطريقة مشيرتين. الزيت نحطوه باش التفاح يلصق في اللحم، وكذلك باش يطريه شوية. نفس الشيء لفوق، يغلي بالطبيعة والكسكاس يسخن فوق منه. وحضرنا الراس نتاعنا اللي طوحناه ولفيناه في الألمنيوم، ونزيدو نغطوه بصحن. احنا باش نغطيوه مع الغطاء، باش نزيدو نغطوه بحاجة اخرى ونخلوه على الاقل ساعة هو يفور. ثم كره بالبر هذا الراس نتاعنا كما شفتوا حطيناه يفور، تو خليناه يجي قريب ساعة ونص هكا. تو باش نحلوه مع بعضنا ونشوفوا، يعني نحلوه مع بعضنا ونشوفوا باش نحلوه ونشوفوه معناها كما شفتوه لفيناه بالكريد والزعتر وفوحناه شرايح من القارب. تو جاهز للأكل كما شفتوا، يعني باش نجربوه نعرفوه طيب ولا لا. لما نقصوه هكا يمشي معانا، شفتوه معناها طايب الكدا، طايب بكله يتنحى بسهولة. معناها نجم نقصوه هكا ونحو العظم يعني يتنحى بسهولة، ما فيه حتى شيء صعيب. شفتوه خاطر طايب الكدا ومفوح، يعني نقصوه هكا احنا الراس كيما شفتوه خذيناه، يعني يلزم نشوشطوه معناها ننظفوه مليح ما نحولوش الجلده. وثم نوع اخر اللي يصرخو صرخه، هذا النوع اللي شوشطناه ونظفنا له الجلده نتاعو.
شفتوا معناها قعد كان اللحم كله تنحى، قعد كان العظم. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. هذا الراس كما شفتوه تنح بسهوله من العظم نتاعو، طاب بالكدا وتنح وبنين برشا. تو جربوه وشوفوه، تشوفوها يعني الطريق يقعد محتفظ بالحوارات نتاعو بالفحات وبنين يجي. وجربوه ان شاء الله يعجبكم وتاكلوا بالشفاء. نزل نحضر كلاب، نحضر